يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجد في هذا الأسبوع جريدة من أذربيجان صورت عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه مريم عليهما الصلاة والسلام بصور شنيعة، وهذا ردًا بزعمهم على ما فعلته الجرائد الدنماركية بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهل من فعل هذا بعيسى وأمه يكفر ويرتد عن دين الإسلام علمًا بأنهم ينتسبون إلى الإسلام هؤلاء الذين فعلوا ذلك؟ لا شك أن الجهل يفعل بأصحابه أشد من هذا، هذا من الجهل والعياذ بالله. وما ذنب المسيح عليه الصلاة والسلام؟ وما ذنب أمه رضي الله عنها؟ فنحن نؤمن بجميع الرسل ونحترم جميع الرسل وجميع المؤمنين من جميع الأمم، إخواننا المؤمنين نترحم عليهم ونستغفر لهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنحن نوالي المؤمنين من أي جيل ومن أي قرن، من آدم إلى أن تقوم الساعة، إخواننا، ونترحم عليهم ولا نتنقصهم. وأما تنقص الأنبياء فهو كفر، الذين تنقصوا عيسى عليه السلام هذا كفر، ولا يجوز أن يقابل الكفر بالكفر والعياذ بالله، هذا أمر لا يجوز. لكن الحكم على هؤلاء بالكفر ما ندري، لعلهم جهال أو متأولون أو ما أشبه ذلك، يعني عندهم جهل، والجهل يعذر به، ما ندري عن الحكم عليهم، أتوقف. لكن هذا الفعل لا يجوز، شنيع، وهذا تفريق بين الأنبياء. والله جل وعلا يقول عن المؤمنين لا نفرق بين أحد منهم. نعم، فنحن نحترم المسيح ونحترم جميع الأنبياء، ونعتقد أن من تنقص واحدا منهم فهو كافر، وقد يمتنع الحكم على الشخص بالكفر لسبب الجهل أو لسبب ما ندري عنه. نعم.